وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله محمد. أنا موجه الرسالة للشعب المخلص، للشعب المخلص. أنا نبني في جامع هنا في دائرة ناشرة حي سيدي بالهيبة، خاصنا المحكمين، خاصنا الناس المقاولين يعاونونا شوية. أنا كنديرو الضالة وباهي نكملو المسجد، المسجد خاصنا بزاف، خاصنا شوية حديد، خاصنا السمن، خاصنا البردي، خاصنا البريك، خاصنا تما. حنا هذا وين البداية؟ هذا رانا في البداية، والحي هنا يا شوية ضعيف، الحي هنا يا شوية ضعيف. هذه الصحارى كاين لا خدمة لا والو، لا غالب. خاصنا الناس مخلصين اللي يعاونونا، كل المقاول راه يحب نخلصوه، يخصو شوية دراهم. الشعب هذا يلمع يدين والله غالب. أنا متحقين من عند المقاولين، من عند الشعب، من عند الدولة، خصوصا من عند الدولة. هذه دولتنا ورانا عايشين فيها، ورانا في بلادها، يعاونونا بالشي اللي طابوا عليه. يعاون هذا بيت ربي، ما يتسبي تاع زيد ولا عمر، بيت ربي تاع المصلين كاع، تاع بيت ربي. هذه يجي يوم واحد وغادي يجي واحد، وهي رايحة بها للجيل الصاعد، تلقى في الجيل الصاعد. ياك وربي يفتح عليكم إن شاء الله، واللي بغى شي حاجة ربي يكملها له بخير. آمين. اللي ساهم في سبيل الله في بيت ربي غدوة يسيبها في الضمانة في بيت ربي، يسيبها في البنكة تاع ربي. من عمل شي بدور وفي بيت ربي يسيبوا أدواء أدواء ما كانت عرب إن شاء الله. ومي درس حيا ربي خلص إن شاء الله. هنا بصعوبة كبيرة هنا في الكو هذا الجبل هذا، بهودنا هودنا والسحالي تاع 700 راس، هودنا الأرض، بدلنا النيفو، شدنا النيفو وشدنا الصعوبات، وخلنا الضراب بزاف، وخلنا السيما بزاف في الأرض. تسمى حنا من هنا غادي نبنوا الجامع من فوق، تسمى حنايا دوك هنا في القاعة التحتانية. أيوا، وخلنا الصعوبة بزاف، خلنا الشي تاع السيما والحديد والمقاول، حنا من هنا قبل نسهلوا في الجامع الفلاني تاع المصلى، إلى كتب ربي، وأنتم ديروا في وجه ربي وربي يخلصكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا السيد محمد خروبي، أنا المشرف على بناء المسجد مبنى عفان في حي سي عبد العزيز سيدي بالهيبة، وأنا في نفس الوقت رئيس الجمعية. احنا الحمد لله راه كاين في البداية راه كاين محسنين يعاونونا، يعاونونا أمام الله بالبيتون وبالحديد، ورانا تما رانا نديرو في الدالة الأولى تاع دار دوسور تاع فليتو تاع دوسور. ودروك الحقيقة الحاجة اللي رانا مصيرين فيها بزاف هي الجديد، خاصنا واحد 20 قطار تاع ويك، هذه رانا مصيرين فيها بزاف 20 قطار مادا بينا في أقرب وقت. والحاجة الثانية فاني المقاورة يستنى فيها دراهم، مادا بينا الناس اللي عاملين فيهم الخير واللي ربي راه فاتح عليهم، مادا بينا يعاونونا إن شاء الله بكل يقدر. الأخروج ديال المقاورة يخدم لنا كل شيء بالمسكين. مثل مكعب صح، وهو احنا تما رانا كل سمانه نطبقوا لها شويه نطبقوا لها شويه، بصح تاع الاخر ما جاي سنه، كما الظلام ما جاي سنه، قاعد راه الظلام ما رايش انا حوالي 170 ايوا والاسعار راهي جاريه. احنا ماذا بينا ما نحبسوش، لا واه تمام الله. راه عندنا تاع كابلوتري ماترا، كابلوتري سيدي الهيبة تاع ماترا، راه معاونا كوبيبي يعني. واه كوبيبي راه معاونا في البيتون، كوبيبي راه معاونا في البيتون، وكاين جماعة ثاني راه معاونا في الحديد، عاونا خدمة مليحة في الحديد. هذو منا من مصر هذو اللي عاونوكم في الحديد؟ واه
وهذه تاع اللي راهم يجيبوا لنا عتقنا طلع سي قنطار تاع فنيسيا فني امام الله راهم معاونين امام الله بصح هكا هما زدنا نسحق خاطرش المزيد تما راه في البدايه راه في البدايه راه في البدايه ما زلنا نسحق ان شاء الله ماذا بينا من الناس المغنيين يعاونونا ثاني كون رسالة نوجهها لكاع السلطات البلدية المحلية البلدية باش يعاونونا ثاني رانا محتاجين بزاف وهذه مصلحة عامة هذه مصلحة عامة هذا بيت ربي تاع الجميع ما ولا تاع زيد ولا عمر حنا غير ربي راه دايرنا سبا هكذا باش نوقفوا باش نحفر هذا المكان هما بلا بينا قاعدين كنا الجامع الحمد لله رانا ماذا بينا كاع الناس اهل الخير سواء من بعيد او قريب وكل واحد يساهم بالشيء اللي يطيقان وبارك الله فيكم وهذه حاجه تاع بلادنا الله يحفظ بلادنا هذه بلادنا الله يحفظها مع الناس بلاد واحد اخر عليها وربي يجازي الجميع ان شاء الله.